هو تقريبا الثورة غيرتنا 180 درجة، معناتها ماهيش حادثة عادية صارت للناس الكل. تقريبا احنا كنا في فترة من الفترات انه الانسان كان يخاف حتى من خوه، من الانسان اللي يعيش بحذاه، يخاف حتى نقعد ثلاثة أربعة من الناس باش نحكيه ونتعاطاه في موضوع عام ما كناش نجموه. لكن الثورة علمتنا انه ما نخافوش، الثورة علمتنا انه ما فماش حاجة مستحيلة، كل شيء يجم يصير. معناتها كنا نتوقع انه بن علي والنظام بتاعه يستحيل انه يسقط في لحظه من اللحظات في تونس، انه الظلم هذا يستمر القرون. لكن اللي علمتنا الثوره هو انه ما فما حد شيء مستحيل، كل شيء نجمو نعملوه بيدينا، قادرين ان نتبدلوا، قادرين ان نتقدموا، وقادرين ان نصنعوا مستقبلنا بيدينا، ما يصنعوا لنا حد. So what we really learned from revolution is that nothing is impossible, and it's up to us to face our challenges. Because you take an example before the revolution and after the revolution. Before the revolution, we was afraid even to be together and discuss a subject about political life. But now we are more conscious about such a subject. And now after revolution, we are more aware about our future. And he say, now we think that it's up to us to change our future. Everything is in our hand. We can control it, and we have a hand on it. And what have you lost with the revolution? شنو خسرت من الثورة؟ خسرت حتى شيء من الثورة، بالعكس ربحنا كل شيء من الثورة. كما حتى اللي قدمناه مع شهداء اكثر من 300 شهيد، حتى الوضع الاقتصادي ممكن اللي نقص شويه، لكن ما كناش نعتبروه خساره، لانه قبل الثوره ما كناش عايشين، وبعد الثوره نجم نتكلم وانا كنا عايشين. قبل الثوره ما نجموش نقولوا ان كنا عباد او ان بشر، وبعد الثوره نجم نقولوا ان عباد وانا بشر. قبل الثوره ما كناش نجم نقولوا ان توانسه، وبعد الثوره نجم نقولوا ان احنا توانسه. We didn't lose anything from the revolution. We have, it's true that we have about 300 martyrs, but that changed a lot in Tunisia, in Tunisian life, Tunisian consciousness and spirit. Now we can consider ourselves as a human being who can express themselves, and as he said, we can look forward and to our future. If you had the power of doing that yourself, how would Tunisia look 10 years from now? إذا كان عندك القدرة الحقيقية باش تغير في تاريخ تونس، كيفاش ترى تاريخ تونس 10 سنين قدام؟ 10 سنين قدام نرى تونس هي اليوم بدأت يعني توصل للموقع هذه، ان هي قادره على ان تغير في محيطها ككل. لكن قادر كما غيرنا من انطلاق الثوره، كيف قادرين نرى على ان التقدم بتاعنا في التقدم التكنولوجي، التقدم الاقتصادي، وجودنا يعني كقوه في المنطقه هذه، قادرين ان نكونوا فيه استقلاليتنا الاقتصاديه، حمايتنا لثروات بلادنا. هذا كيف تونس اللي نحبوها بعد 10 سنين هي تونس ما فيها حتى بطال، تونس ما فيها حتى فقير، تونس تعيش حياة ديمقراطية وسياسية طبيعية، وتونس كيف زادة منخرطة في إطارها الإقليمي العربي والإسلامي. He said that he see Tunisia after 10 years a country which is economically independent and a country with 0% joblessness, and a country which contribute in a lot of international activity, especially in Arab-Muslim area. Good. I think that's it. Yeah. Thank you. Thank you. I need name, your name, and maybe your activity, what you do.
could put here. And? What do you do? Like you, yeah, the travail. Journalism, les activités نتاعك في الجورنال وفي البلوغ وكل شيء. بلوجر كيفاش تكتب؟ بلوجر بلوجر بي ال او جي او ار دبل جي اتس فاين اي كان اندرستاند دبل جي يا اند يا ذاتس ات شكتب لك بالحرفي This is the address. Yes, yeah. That is in Facebook and his okay. My blog. I will delete the video. Why? 1 million. Don't do that. I want to record another little bit, only image now of you, if you don't mind. Is that right? Just a little.